الدار يا جبان انت القرف على الصبح يا عمي. هات منديل. عندك فرد تموتنا غصب عوي. فين صاحب المكان يا جدعان؟ اسف يا عم اسف يا جدعان، انا عملت حاجه بس بعد مغزى كده مغزى كده خليت فيها المؤاخذه مغزى خلاص بقى. يا عم انت ما بتفهمش. ايه يا عم باو؟ وبعدين خلاص يا عم عندي باو. عندك ايه؟ باو باو. خلاص يا عم يا عم خلاص انت بتدفع علينا وبعدين انا اسف. انا اسف يا جدعان والله، انا هعطس بعد كده كده. Ah.